سؤال آخر يقول السائل الكريم ونختم به هذه الحلقة إن شاء الله: هل تعويض التأمين عن حوادث السير حلال وهل يجوز أخذه والانتفاع به؟ الجواب عن هذا يا عبد الله أن لا حرج في الحصول على التأمين لا حاجة في الحصول على التعويض، تعويض عن الضرر المادي بل والمعنوي. لا حرج في الحصول المتضرر ماديا كان الضرر أو معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا للأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر ولاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر، لكن ينبغي أن لا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه. بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة، وأن يستشار أهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظمات الإسلامية المعنية بهذا الأمر، مع ملاحظة تجنب المبالغة في تقدير التعويضات. فعلى المتضرر أن يتقي الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة أو انتقاما ممن ألحق به ضررا معنويا أو ماديا. لا حرج في قبول التعويض وإن زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره، طالما كان هذا تقدير جهة التأمين للضرر وما يستحقه مقابله، لأن معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية تختلف فيها التقديرات، ويشرع لأهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها إلى المصارف العامة. نؤكد في النهاية أن إلحاق الضرر بالآخرين محرم شرعا، وكذلك مقابلة الضرر بضرر آخر، وهذا يشمل الضرر المادي الجسدي بجميع أشكاله، كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقذف والتشكيك بالأمانة والشكوى الفيدية أمام القضاء، السخرية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه من آلام نفسية وإساءة لسمعة المعتدى عليه بغير حق، ويجوز رفع دعوى قضائية لرد الاعتبار وكف أذى المعتدي فردا كان أو جماعة عندما تتوفر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوى.